اهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد. والان نستضيف اول ضيوفنا. صباح الفل. على فكره انا حكيت انهم يعني فريق كوميدي شاب ذو موهبه ان شاء الله لهم كل المستقبل. تناولوا من خلال سابقا مسرح الشارع، ويمكن الى الان هلا بنشوف بعض القضايا السياسيه وايضا الاجتماعيه باسلوب شبابي عصري ساخر. شو بدي احكي عنهم؟ هم الان يقدموا برنامج حكي جرايد اللي راح يكون على قناة رؤيا إن شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء، هذا الساعة 9:30 مساء. صباح الفل أمجد حجازين، أحمد السرور. صباح الخير. صباح الورد. أهلا وسهلا فيكم أمجد وأحمد، أنتوا للمرة الثانية بتكونوا معنا بحلوة يا دنيا. احنا ماخدين البرنامج مقاولة. مقاولة ما هو بالضبط. دائما المبدعين لهم حصة الأسد من حلوة يا دنيا، وأنتوا بتستاهلوا. ومش عارف احكي معكم جد، فصباح الخير، شو اخباركم؟ ما قلنا صباح النور يا جماعه الغمالكم. لا بعدين معنا هيك بسكم. بدكم تبدوا لازم تصيروا تعملوا بحلوه يا دنيا. ايوه فطور. لانه نيجي خاصه انا يعني ضروري. الله يرحمه. بس انت مشكله يعني. لا انتوا بديتوا معنا، بس اكيد راح تكملوا معنا لنفطر سوا. انا بدي اسالكم على طول. هذا وعد اليوم. لا وعد يا سيدي، وعد بالمقابله الجايه نفطروا قبل ما انا. ما فيش حال، ما ترجعوش تطلعوا معنا. هلا الناس عرفتكم من خلال مسرح الشارع، والان في انا شفت حضرت بعض من تحضيراتكم في استوديوهات قناة رؤيا حول حكي جرايد. ايش الفرق ما بين مسرح الشارع والان عمل تلفزيوني مصور حكي جرايد؟ تفضل استاذ امجد. لا والله ما لا والله ما كان لي كلمه على اليمين. لا والله تفضل. اقول لك ليه؟ على الابجديه احنا ماشيين. الف الف ح قبل الميم. ألف يلا ح يلا ح. وين مسرح الشارع؟ هو فرقة مسرحية بتشتغل في الكوميديا السوداء، وبنحاول من خلال الكوميديا الساخرة انه نوصل افكارنا. لانه بتجيب اي ولد صغير بضحك بوجهك بتفرض ضحك. بتسمع نكتة، بتحكي نكتة، حدا بيحكي لك نكتة بتفرض ضحك. احنا مش هدفنا الضحك، احنا هدفنا هاي الابتسامة اللي فيها شوية نكش راس عشان تفكر في الموضوع من زاوية ثانية. فبالتالي احنا مش مسرح الشارع فلازم نضلوا واقفين بالشارع. نعم. وزي القرود بننطنط، مش هاي الفكره. ما حدا قال هيك. مسرح الشارع هو موضوعنا، الشارع موضوعنا، المواطن الاردني. المواطن الاردني المسحوق الفقير اللي صوته واطي، اللي احنا اصلا منه. فهمت علي كيف؟ نعم. فبالتالي احنا انا وياه من مناطق شعبيه، ربينا بمناطق شعبيه وكبرنا بمناطق شعبيه، فاحنا مش عم نروح والله عم نتبنى قضايا الشعب الاردني، لا احنا هاي مشاكلنا. والله مشاكلنا. انا تربيت دالاس كاليفورنيا. احنا كلنا عموما يعني كثير حلو الحكي اللي عم تحكيه، لانه مهم جدا انه مهم جدا الرساله الكوميديه عشان يكون لها هدف، يكون تحمل جانب اجتماعي او تكون حقيقيه. يعني دائما بقول لك حتى بالستاند اب كوميدي لازم يكون الموضوع شخصي، يعني انت لازم تحكي من داخلك، مش تعلق على موضوع يمكن ما بيعني لك، توصل الرساله اسرع. طيب اذا بدنا نسال عن الفرق بين الاداء المباشر قدام الناس والتصوير بالاستوديو، يعني حسيتوا هالتجربه غريبه من نوعها، غير اصعب اسهل؟ هلا بالنسبه لمسرح الشارع كمسرح شارع. نعم. في فرق اذا انا جاوبت هذا السؤال. لا احنا هلا يا عمي انت ليش خلي امجد يحكي؟ ليش تسيطر على شخصيته؟ شوف بدي اقمعه، بدي اقمعه. خليه يقول شو عشانه بشعر بس؟ عشان بشعر. بديش احكي ليش الطاقيه انت لابسها عشان الحكي يستهلك، عشان حفظة الانهباب الموجوده. ما حطاش البرنامج ركور. هو مبدئيا فكره انه احنا بنصور، احنا اساسا كنا يعني احنا ممثلين اصلا. نعم. فسبق شاركنا زي الاستيريو. نعم نعم. اوكي. فسبق شاركنا باشياء ثانيه. ما يستلمون. لا نعم بنشجعك انك تقول. اوكي. بتقول باسهاب. شوف الجانب الاخر من شخصيتي. تفضل يا امجد. نفسي افهم مين اللي ضحك عليهم وملبسهم هاي الملاقيين. شوف انه واحد احمر اشاره. لا تيجوا بتجوبدوا، بنحبها من الجوبد. جوبدوا. كمل كمل. لا احنا مشكلتنا او يعني الشيء اللي لمسناه بالفرق، كيف تقدر تعيد الشيء الساخر مع التيك الثاني. بتعرف بالتصوير اول تيك اخذناه كان يطلع الاشي من قلبك، طلع تلقائي، تعيده مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه. هذا كان الموضوع كان صعب شويه. هذا هو صح. حتى المواضيع اللي احنا عم ناخذها، يعني موضوعنا الاول هو اللاجئين العرب في الاردن، الموضوع الثاني هو موضوع الانتخابات. الموضوع الثالث هو العنف في الشارع الاردني، الموضوع الرابع الفقر. هو الفقر. الموضوع الخامس لساته عم بينكتب، يعني بطريقه عم بيتظبط، لسه عم نختار الموضوع. فشيء شيء مرهق انه انت تحافظ على السخريه وتحكي الكلام وتوضح انتقادك لهاي الحالة. شيء صعب جدا، وخاصة انه برنامج حكي جرايد اكثر من فقرة.
وعلى فكره احد يعني الفقرات عرض بالشارع على مسرح الشارع. لاحظت لانه احنا اليوم لاحظت اليوم بحلوه يا دنيا رح نحضر لقطات حصريه من اولى حلقات برنامج حكي جرايد للموسم الثاني. احنا لسه ما شفناها عن جد. هلا بنتابع شويه لقطات. هذه مفاجاه احنا حضرنا. يلا هلا بنشوفهم. ان شاء الله تطلع شكلك حلو على الكاميرا. لا بجنن امجد على الكاميرا. هلا بدي اشوفك انت يا سيدي على الكاميرا. يلا يلا. وسهلا شرفونا احبابنا اهلا وسهلا شرفونا احبابنا. اللجنة الشعبية الأردنية تحاول بلبلة الأوضاع في دولتي بولندا وأوكرانيا، وبقلبها الكبير اطمأنت على أحوالهم وبلشت تحكي عن المشاكل اللي بتمر فيها المنطقة العربية، وكيف إنه المسلمين عم بيتهاجموا من الغرب، وكيف إنه إحنا لازم نوضح صورتنا أحسن للغرب لأنه هم مش فاهمين عليها. فبنحكي لها يا ست أنجلينا يا أم عصام روقي. بحس حالي فعلا انه بدنا سفاره بالاردن. منه بتحس حالك انك غريب. لازمنا سفاره يعني في خيار وفقوس يعني كل اللي حواليك فقوس على راس. بعت سفير اطلع الزرقاء مش راضيين يعطوني تاشيره. اشروا له يا جماعه. اشتباكات بين اللاجئين اليمنيين وسائقي التكاسي. بلاد العرب اوطاني من العجبه لعماني ومن اربد الى الزرقاء الى البلقاء الى معاني. لقد اسمعت لو ناديت حيا فكأن لا حياة لمن تنادي. لكل واحد بيحكي بلغة الدوار بجمعنا الدم لو احنا بعاد بجمعنا الحب في كل. طيب شفنا لقطات من الحلقة الأولى. اللي لفت انتباهي انه انتم عمالكم تحكوا في مواضيع سياسية جادة حساسة مو سهل انكم تقدموها بطريقة ساخرة. وعلى فكرة انا سؤالي حول طريقة الإعداد، كيف بتجيبوا الأفكار، كيف بتعدوها، كيف بتنقحوها، إيش كيف تعملوا لها إديتنج ولا ما في إديتنج، لأنه كل هاي التفاصيل الصغيرة يعني الأردن بلاد العرب في أشياء خطيرة. نبض صوته خوفتني. أنا خفت بيني وبينك. دائما فؤاد بيطلع على الجانب، دير بالك. الساخر يعني أي واحد بده يحضر هذا البرنامج ما يتوقعش إنه يحضر بعدين يضحك. ما كيف كيف بالله كيف اوكي. ما في هذا، ما حدا يفكر. الحمد لله هو قهقه من الضحك وحيجب على بطنه يعني ومش قادر ويا امي الحقيني بكاسه الزهورات. لا مش هيك، في ابتسامه بدنا نرسمها على وجهك. بس حلو، مواضيع جاده ولكن هدفنا واضح جدا. هذا هو الحكي اللي بنحكي بالشارع، هذا حكي الناس اليومي. احنا بس اخذنا قولبناه بطريقه خلينا نحكي مسرحيه وقدمناه بهذا الشكل. البرنامج عباره عن نشره تقرير في الشارع، عرض مسرحي في الشارع، أغنية توب فايف مقابلة مع شخص، مقابلة ساخرة كمان ولكن مع أشخاص جادين جدا وأشخاص على مستوى عالي من السخرية مثل الأستاذ يوسف غيشان كان ضيفنا بالحلقة الثانية. وفي عنا أغنية الراب في النهاية اللي هي بتوصل الفكرة الجادة. نعم. في 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 طريقة ساخرة في كل البرنامج ولكن في النهاية في هاي الفكرة الجادة إنه إحنا ضلينا نحكي عن فكرة اللجوء واللاجئين العرب في الأردن وبالآخر حكينا بشكل جاد. إحنا 2012 ولسه في عربي لاجئ في العالم العربي وهذا. نعم. بحد ذاته عيب. كانت المشكله الاكبر طيب من السنه الماضيه كان في شعب عربي واحد لاجئ بس، هلا في 5 شعوب عربيه لاجئه وهي مشكله كثير كبيره. صحيح. احنا عم نرجع لورا، تقدم الزمان رجعنا لورا مش عم بيقدمنا. وصرنا احنا مندافع على مندافع عن معاهده سايكس بيكو اللي هي قسمتنا لمجموعه دول، فصرنا احنا كله انا اردني انا سعودي انا لبناني انا كذا انا كذا انا كذا، فصرنا احنا مش بس عم نفصل بعض وعم نبعد عن بعض، لا وعم ناكد على هذا الاختلاف. يعني ما فيش فرق مؤذي او فرق سلبي، هو الفرق ايجابي.
اختلاف اللهجة، اختلاف العادة البسيطة، المطبخ، اختلاف المطبخ، هذا نعم. شيء إيجابي. ولكن احنا بالتخلف اللي عم نمر فيه في مجتمعاتنا حولنا لشيء سلبي. خلينا ما نعمم نعم. على اساس يعني نكون لا هلا الحكي بالعموم بالعموم نعم. تمام نعم. بالعموم يعني مش انه قصدي دائما في استثناءات ودائما في اشخاص بيتقبلوا يعني بالنهايه انا وسرور من اصول مختلفه ومن حتى مبادئنا مختلفه كثير عن بعض، بس ما قدرنا نلتقي بنقاط كثيره. وهيك انا بتمنى من الشعب تبع مجتمعنا انه في بيننا نقاط نعم. التقاء، خلينا نلتقي فيها ونحكي فينا. في ناس حتزعل شوي من البرنامج، بس لو حضروه للآخر أنا بأكد لك مش حيزعل. بالضبط. يعني عموما خلينا نذكر الجميع بأنه أولى حلقات برنامج حكي جرايد بالموسم الثاني مع أحمد سرور وأمجد حجازين، وأيضا شفنا الرابر محمد الزعبي بيكون موجود، رح يكون معانا اليوم بنهاية حلقتنا. في معانا كمان إبراهيم النوابنة. نعم نوجه له تحية كتير كبيرة لإبراهيم. هو ثالث مسرح الشارع. حلو. ومعنا في البرنامج. حلو. هذا البرنامج من إخراج أصيل منصور. نعم. وفي مجموعة أصدقاء رهيبين جدا ساعدونا وتحملونا قد ما بيغلط أمجد طبعا. أمجد. بس أمجد اللي بيغلط. أبدا أبدا مش معقول. إحنا من جهتنا بنتمنى لكم كل التوفيق. حكينا منيح ولا خبصنا؟ لا حكيتوا منيح ما شاء الله عليكم. لا وعي وثقافة وعمق وهيك لأبدعتوا اليوم. طيب إحنا الفطور. طيب يا سيدي الفطور طول الفطور وكمان عشان نعطيكم كمان سيدي عن الحلقة يعني ما تخدرونا هلا كملوا متابعة الحلقة. أنا أشكركم كتير كلامكم مسني وفعلا عندكم ولا واحد فينا مسك لا 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 يا سيدي مسني مسني بالمعنى الإيجابي فعلا فعلا المواضيع اللي حكيتوا فيها أو الرسالة اللي بتوجهوها الجيل الجديد من الشباب بحاجة إنه يتوعى لها، يبدو إنه بالطريقة الشبابية العصرية اللي أنتم بتقدموا لها. كل الشكر لكم والمحبة وفاصل وراجعين يلا.